انا جبت خويا لقيتو التنفس عنده مضيق، ما بغاش يجي للكلينيك بزاف. جبتو عدد الناس مع 6 كلينيك عين 7، جينا من 6 الاجراءات حتى ل 8، وهما قال لك ما ندخلوش حتى تحطي 2,640,000 ريال. ملي عطيناهم 2,640,000 ريال مع 10 قال لك هو ميت وفيه كوفيد. الراجل ما فيه لا كوفيد، ما فيهش العلامات ديال كوفيد، ما عرفناش هاد كوفيد. ونفس الحاله دخلات حاله من موراه راجل كبير موسن دخلت هو 3 سوايع خرجوا قال لي راه مات وفيه كوفيد، حط شيك 3 المليون. خداو من عندكم شيك؟ لا حنا خداو اسبيس كيحسبوا لك ناقصه 1000 درهم ناقصه 200 درهم حتى حسبت جيش 1,640,000 ريال. الاكسجين باش هما عرفوه كوفيد، هما اللي خصهم يقولوا لنا باش عرفوه كوفيد. تحليله على الاقل تحليله اضعف الايمان. واش هما غير دخلوه داروا لي لا راديولوجيك وفي الاخر يقول لك كوفيد؟ اعطونا دليل على ان في كوفيد ونزيدك السيرفيس زيرو. ما كاين حتى شي طبيب في هاد لا كلينيك، كاينين لي زانفيرميير ما كاينش معاه من تهضر. دخلوه 3 سوايع هبطوا قالت لك راه توفى بكوفيد. خويا غير هاد الحاله اللي جنا ديال هاد السيد اللي من العائله جناه بخير وعلى خير، دخل كانه عنده القلب. دخلنا بقاو كيتسناو الساعه الاولى الساعه الثانيه، ها هو بخير كندير ليه الاكسجين كندير ليه هذا، وقبل بعدا ما يدخل طلبوا له شيك فيه 2,640,000 ريال اللي شدوا من عنده. باقي ما داروا والو، داروا له شويه ديال الاكسجين وهذا، من بعد بقى تسنى من بعد مات. ملي مات قلنا لهم كيفاش ما كيفاش؟ قال لك حقا كورونا، مات بكورونا. من وراها بقينا حنايا هنا كنصنتو سميتو. دخل واحد السيد اخر عاوتاني، ها هو راه الوالدين ديال ولادو تما، دخل حتى هو بقى تسناو كيقول لهم تسناو نفس المشكل اللي داروا لنا، خذوا من عندهم شيك فيه 30,000 درهم 3 المليون. من وراها جا كلشي جا هاد العشيه دابا، اه من وراها داز حتى هما شي جوج سوايع هكاك قال لهم راه توفى باش كورونا. هادشي اللي كاين اخويا. هذاك السيد الاول اللي من العائله ديالنا كان كاين شويه ديال القلب اللي عنده القلب.